نبدأ نعمل أول وصفة من وصفات الفول بتاعنا. هعمل مثلا الفول بالبيض. الفول بالبيض ده من الحاجات الجميلة قوي والمغذية واللطيف، تبقى وصفة واحدة في طاجن واحد، كل واحد بياخد معلقة مع شوية لبنة مع شوية جبنة مع كوباية الزبادي، شوية خس وخضار، طماطم وخيار متقطعين عادي، يعني السحور اللي احنا حابينه. طيب خلينا ان شاء الله هعمل لكم اللبنه تاني عشان اصدقائنا اللي كانوا منضمين لنا جداد ما شافوش اللبنه والشنكليش وبيحبوا اللبنه على الفطار، هنعملها حاضر الاسبوع اللي جاي يكون فيه اللبنه ان شاء الله والشنكليش. طيب فول بالبيض، عندي كوبايه فول او علبه فول اللي هي مقدار علبه الفول، عندي اربع بيضات مثلا، عندي حوالي نص معلقه صغيره سمنه او زبده، طبعا انا بفضل الزبده، وملح، فلفل، كمون. الفول بالبيض بيبقى هو اهم الحاجات اللي فيه فول تقليدي، بس انا هحط له معلقه زبده، هدعم فيها الفول مع رشه ملح وفلفل وكمون، وبعدين هنحط معاه البيض وهنشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي. في ناس بتحب تحط فص ثوم، اوكي، انا عن نفسي بحب اعمله بالنكهه التقليديه الطبيعيه جدا. عايزين تحطوا مكان الزبده زيت زيتون براحتكم جدا اللي تحبوه، لكن هو الزبده بتمشي قوي مع طعم الايه البيض. خليني بقى اقول هنا ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، سخن دي كده ونبدا هنا. ممكن نعمل في طاجن وندخله الفرن، ايه ممكن اسوي الفول هنا ونكسر البيض وندخله الفرن يطلع ممتاز، ممكن نعمل ده قوي في طاجن الطواجن اللطيفه دي مثلا هنا عادي جدا. طواجن الفول بتبقى رائعه وبتدي طعم حلو قوي، شكلها حلو كده على السفره جميله يعني كده. في اصدقاء بعتولي على الصفحه عايزين وصفات بالحلاوه الطحينيه، او صديقه قالت ان عندها كميه كبيره من الحلاوه الطحينيه هنعمل بيها وصفات حلوه قوي برمضان، يعني هتعجبك جدا تقدري تستغليها. القشطه زي ما اتفقنا رجاء سيحوها لوحدها، بلاش نخلطها مع اي حاجه، وبلاش يعني لازم تتغلي كويس وتبقى تطلع المورطه بتاعتها وتاخد اللون الذهبي الرائع، عشان لما نحطها في اي حاجه من معجنات او من الكحك او من بسكوت ما تعفنش، ما بيبقاش لسه فيها نسبه ميه. انا بسخن هنا شويه، خليني اخد مكعبين كده من الزبده، بسم الله الرحمن الرحيم، هنا كده خلاص. واول ما تسيح هبدا بقى ايه اضيف شويه من الفول، اخد كبشه كده لطيفه من او كبشتين من الفول اللي احنا عاملينه ده. كنا حاطينه برده في الفريزر. كده كده كام كبشة فول كده تدفع على الطاجن على قد طبعا افراد الاسرة. خلاص شوية المية دي بقى، ده اللي المية دي بقى التخينة دي اللي بيديها الفول المدشوش، يعني قوام الميه التقيل ده لما بيبقى قوامه كده بيبقى ايه الفول المدشوش بقى داب تماما جوه الفول، فداها زي ايه عارفين زي البليله اما كنا بنعملها من غير ما نضيف لها اللبن تلاقوا النشا بتاعها طالع كده، هي نفس الفكره. طيب هاخد كده كده تبدا تدوب بس الزبده مع الفول تدي طعم، وبعدين هحط بقى رشة ملح وفلفل والكمون، وخليني اعمل وصفة تانية للفول لطيفة برضو، رشة ملح فلفل خفيف بس كده. هنحط تاني لما تيجي نحط البيض كده وبعدين رشة من الكمون على الفول الأول شوية، وبعدين هنحط تاني لما نحط البيض يغلي بس غلو. نقول بقى الوصفة التانية بتاعت الفول عشان رشة كمون كمان، ريحة الفول بالزبدة ده روعة. ممكن بقى أعمل كده بسم الله هنا، وهبدأ اخد كده بولة تانية او حاجة تاني صغنونة كده اكسر فيها البيض بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم. ده بصراحة الفول بالبيض ده عشق، يعني في ناس كتير قوي بتحبه، في عائلات بالنسبة لها الفول بالبيض ده من الحاجات الجميلة جدا اللي تحب دايما تعملها على السحور. احنا الحقيقة من الناس اللي كنا بنحب قوي الفول بالبيض ده، وطبعا الفول بالبيض والبسطرمة، وبنحب الفول الاسكندراني، بنحب الفول بالثوم والطماطم، وبنحبه الاساسي بالزيت الزيتون والليمون، يبقى رائع. ده احط فيه ده كمان، يبقى جميل قوي. تمام، حط بقى كده رشة ملح خفيفة عشان البيض، رشة فلفل، ورشة كمون. خلاص كده، وهدخل الفرن شوية يتماسك بس البيض وهو سخن كده. شوف كده الفول بالبيض تقريبا، خليني اطلعه. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اوبا، بسم الله. ده اوريكم حالا، حط بس عليه شويه اهو الفول بالبيض، شويه خضره كده، بقدونس، اهو ريحته جميلة جدا جدا. ده شوية بقى طماطم في الحروف، ده في حروة، ونزود شوية كمون كمان، و تمام رشة كمون أخيرة، ونقطة زيت، نقطة بس في النص كده تحيي اللون، خليه بيلمع بس، بس كده. وأتمنى يا رب إن الوصفات تكون عجبت حضراتكم. خليني بقدمه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى بقى يا احمد حطه الناحيه الثانيه لبره، حطه هنا قدام الزبادي الناحيه الثانيه. تسلم ايدك.